لازم انا اجي اعزيكي في حمويته، وان شاء الله ان شاء الله امي هتيجي في الصبح. ما فيش داعي تتعب نفسها، انا مسافره بكره مصر. مسافره بكره؟ عشان ايه؟ ايوه فهمت، خدت بالي، عاملين العزا هناك. لا العزا بعيد قوي في اسطنبول، انا مسافره عشان اقضي شهور الحمل هناك. ايوه فهمت، زي الجازه بنت ويا عزامنا عملت، هي رخرة فضلت في مصر لغايه ما ولدت. انا ما بعملش زي حد يا ام الخير. انت زعلتي؟ خلاص بلاها السيره دي. لا ما زعلتش ولا حاجه، اتفضلي اشربي قهوتك. يزيد فضلك. كنت والنبي يعني عايزاكي تسالي جناب العمده عن عبد الله جوزي. عبد الله؟ هو مش هنا؟ لو انت ما تعرفيش ان العمده بعته المنصوره في مصلحه. لا ما اعرفش، اصلا ما بتحشرش في اللي ماليش فيه. غلطانه يا ست منيره، بصي للحاجه ست اخواتها واللي بتعمله، انت كانها هي العمده مش ابنها، وحريم بحريم انت اولى. الحاجه حماتي تبقى امه وهي اللي مربياه. بلاش منها، بالك انت جازيه من يوم ما جابت له الواد، وهي بجد دلوقتي حاطه صوابعها العشرة في كل حاجه، ولسه كمان يا ما هتعمل. ام الخير انا لازم اروح احضر شنطي، وبعدين فتح الله مش هنا عشان اساله عن عبد الله. وماله يا اختي، بس ما تنسيش وانتي مسافره تلبسي اسود. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.